يقول السائل: هناك من يقول أن دعوة أهل السنة ليس لها وصاية ولا مرجعية لأحد من أهل العلم عليها، ما مدى صحة هذا الكلام؟ كلام باطل، هذه فوضى، معناها الفوضى. لا بد من الرجوع إلى أهل العلم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر يشمل العلماء ويشمل الأمراء، وأولي الأمر منكم أي العلماء والأمراء. تجب طاعة العلماء وتجب طاعة الأمراء بالمعروف. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذه مرجعية، ردوه، هذه المرجعية، يردونه إلى أهل العلم وأهل السياسة والخبرة ليبينوا وجه الصواب فيه. نعم.